طيب دي وحدة الفحص الشامل. المفروض ان انا يعني عندي نية كده وان شاء الله نتوكل على الله ان انا اعمل فحص شامل يعني اشوف بس الدنيا ماشية ازاي بس اعملها بجد يعني. وبعدين وانا داخل مع الدكتور محمد لقيت سيدة عظيمة يعني انا فاكر ان انا يعني تعاملت معها صحفيا لكن ما تعاملتش معها طبيا. الدكتورة ليلى شلبي ودايما يعني في صحيفة الشروق بشوف المقالات بتاعتها والصفحة بتاعتها وياما يعني تعبت قلبنا من الحاجات اللي بتكتبها كله كذا وما تاكلوش كذا العبوا رياضة وما تلعبوش حاجات كده يعني. فأنا بصراحة أول ما دخلت تعرفت عليها حسيت ان انا يعني عايز اتفشي شوية في الحاجات اللي كانت بتتكتب لكن لقيت انه هذه السيدة بتصدر لنا طاقة ايجابية احنا كنا واخدين بالنا من هذا الطاقة. اولا الدكتورة ليلى وضعها ايه في المعهد يعني. انا مبسوط اني شفتها الاول. ربنا يكرمك يا فندم. زي ما بقول لحضرتك كده يعني مش دعاية لانفسنا لكن معهد القلب غني بشباب وبشيوخ وبطاقات وبخبرات واحنا عندنا زي ما بنهتم بالجانب التعليمي والتدريبي احنا دايما بنقول في كل المحافل معهد القلب ده مش مستشفى عادي ده كيان بصرح طبي وتعليمي عملاق. من هذا المنطلق احنا عندنا بس مش الجانب الطبي بس الجانب المعنوي. الدكتورة ليلى الحقيقة قامة معهد القلب الحقيقة يعني بتعتبره بيتها من غير ما اقول ما بتحتاجش مننا ان احنا نتكلم بتحط الاضافه واللمسه بتاعتها بتبرع وجهد ذاتي من غير ما حد يقول بتحس بده في عيون الناس يمكن وعشان كده هي الحقيقه ركيزه وحده الفحص الشامل اللي هي بتشرف برئاستها. والحقيقه مش بقول بقى ان احنا بنشرف برئاسة الدكتورة ليلى وحدة الفحص لا ده وحدة الفحص الشامل بتشرف برئاسة الدكتورة ليلى لان من دواعي سعادتي ان نسمع كده وان نسمع ده من يعني زميل عظيم زي الدكتور محمد عبد الهادي ده يعني الحقيقه يعني شرف كبير قوي يعني احس ان هو ممكن يكون اقول ايه حقيقي يعني شعور بيدفعني دايما لان انا ابذل جهد في كل الاتجاهات اللي اقدر عليها. هو الحقيقه الحمد لله وجودي في المعهد بيسمح لي ان انا امد شويه من نشاطاتي اللي اقدر اعملها يعني نبع من خبرتي في المعهد لان الحقيقه انا ما اشتغلتش في حياتي الا في معهد القلب واشتغلت في فرنسا وكندا لكن في مصر ما اشتغلتش غير في معهد القلب. معهد القلب مش عياده خاصه مثلا اطلاقا انا حتى لا اتقاضى اجر كمان عن عملي. أيوة ده حقيقة فعلا ده تبرع وجهد يعني كرمني الدكتور عبد الهادي بأنه قابل مني ده الله يكرمك. يعني تروم كتشان في المعهد بدون أكل. أيوة فعلا دي حقيقة بالك قد ايه في المعهد بس أنا شايفة أن أنا باخد أكتر كتير لا حضرتك بالك قد ايه في المعهد طول عمري تقريبا طول عمرك بس انا قضيت وقت في فرنسا كنت بعمل رساله الدكتوراه بتاعتي وبعد كده اقمت في كندا فتره لان جوزي كان عضو السفاره المصريه ورجعت من يوم ما رجعت الحمد لله يعني انا مستمره يعني حتى لحد يعني كتر الف خيرهم طبعا هم بيسمحوا لي ان انا امارس كل الانشطه دي تحت اشرافهم طبعا. الاسم هنا لو حضرتك عاوز تعرف حاجة عنه هو حجر الزاوية في الوقاية من أمراض القلب. احنا بيجي عندنا المريض والسليم القلقان والمطمن أي حد بيفكر في وقت من الأوقات ان هو يطمن على نفسه ويطمن على قلبه في ضوء أعضاءه الأخرى احنا بنقدم له هنا برنامج اتمنى من ربنا انه يكون كافي. الحقيقه انا واخداه من اوراق هارفارد يعني احنا عاملين البروتوكول بتاعه زي اللي بيتعمل في جامعه هارفارد في امريكا.